السيجاره القويه هذه تعرف حق صدام حسين الله. طيب خلاص اقعد عشان بدين تصوير. لا ضحت بام الناس خلاص كبار يا بدي انا عاوز حد منكم يا شباب يعني ايه رايكم؟ ايه حد منكم انتوا احنا وزع انت يا دكتور احنا ما نطبق احنا بنطبق في وقت يعني المفروض الحاجات دي انتوا اللي تعملوها مش احنا مش ما تعلمناها صح احنا عملنا في الحاله صح نبغى نعملها احمد الحين ابوه ساعه بده يساعد وبعد الدكتور باشا راح يجي الدكتور باشا كان محضر لكم تحت ال هارد ساوند ننزل مشكله وش اسمه هو حيكون الوقت على احمد شيل يوم بس دقيقه شيء جاهز انا لا شيل يلا هتروح يوم تاني اخلع على قولت احمد يلا شرط يخلع قميص يوم قريت الرساله نزيت يا اخي ما ثابت طيب دكتور سند على الطاولة خلاص لا لا ثابت هيوقع لو سندت من هنا هيوقع ها خلاص لا ان شاء الله معنا بس اتسلوا بمدد ولا مدد لا عادي 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 براحتك ما صوت براحتك ليه عاملينها كده يا شباب ده هو المفروض يبقى كده عشان شوفها افضل شوف ايه عشان الكاميرا عشان الكاميرا مو مشكلة مين مشكلة طيب يا وش يا اسطى طيب نجيب انا بس انت بالراحة دكتور بعدين عشان بس اشد شيش فرق نعم يعني بصير بجهة الثانية عشان يعني في سبع طلاب هنا لازم تسر على يمين المريض كده عشان عيب لو تيجي كده تيجي كده لو تيجي كده انا قاعد اقدم 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 خليك هنا بس ودي اشوف الله تشوفوها اللي ورا خذ راحة مد مد لا مد مد رجليك مش عارف تصوير ايه ده يا شباب نعمل تحت خالص طبعا طبعا يا شباب الاكسبوجر اوف ذا بيشنت لازم البوزيشن اوف ذا بيشنت يبقى نايم 45 درجه خلاص الهيد اللي بيجري عن البودي 45 درجه ولازم يبقى اكسبوز من الامبلايكس لغايه الكوكس ماشي كويس لازم يبقى نايم كمفورتابل مفيش ايه تعالى في السرير شويه تعالى كده شويه مفيش اي شيفرنج مفيش حاجه يعني ايه ريلاكس خالص خلاص يا شباب بالنسبة للإكزامينيشن بعد الخطوة الأولانية إنك إيه بتدخل تعرفوا بنفسك أيام اسمي مثلا ميديكال ستودنت كده أي جو ثرو الإيه إكزامين مش أهم حاجة إنك تسأل هل في حاجة بتنفذ في حاجة بتباع في أي شيء ولا ما في خلاص عشان إيه الـ يعني ده برضه هيساعدك في الـ في الإكزامينيشن احنا دلوقتي هنعمل اكزامينشن على المفروض الهيستوري تكونوا خدتوها قبل كده بسيطه الهيستوري مش كده الهيستوري ده ايه ده بتاع اول حاجه هنعملها في الاكزامينشن هنعمل الاكزامينشن الظهر نعمل ايه في الهارت نشوف ايه نعمل الهارت هنشوف ايه الكوردياك كورديال تري كورديال اريا اللي هي الهارت الاريا بتاعتها هنشوف ايه في الاريا بتاعت الهارت عشان نقدر نبص على الاريا بتاعت الهارت المفروض ايه نكون ايه شايفين بوث سايدز اوف ذا تشيست توجذر يعني لازم هنقف ندي ايه عشان الكاميرا كده مش هنشوف حاجه الكاميرا طبعا ونشوف ايه تشيست نشوف ايه في تشيست هنا اول حاجه بنشوفها ايه نمره واحد بنشوف هل في ديفورميتي ولا مفيش ديفورميتي في تشيست خلاص يا شباب يعني ايه ديفورميتي يعني ايه يعني في بوزيشن لا اله الا الله حط ورا ولا تجنب تدري تفضل دكتور. مش كده كان يبقى كده احسن.
بتشوف بتشوف اذا كان في اي ديفورميتي في الشست ولا لا. يعني ايه ديفورميتي؟ يعني مثلا في بلج حته بارزه من 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 الكوريا معمليه في الشست. نمرة 2 بنشوف اذا كان في اي سكار اوبريتس اوبريش. ممكن يكون اي بيشنت عامل مثلا اي اوبريشن في الهارت او مركب بيس ميكر للهارت. الحاجات دي كلها بتبان تشست بتبان في الاكزامينشن النهارده للي عارفها. يعني نشوف اذا كان في سكار اوبريتس اوبريشن او نشوف اذا كان في بيس ميكر متركب بالاضافه الى الديفورميتي بتاعت الهارت. دي نمرة 1 خلاص. بعد الانسبكشن كده بنبص على البلسيشنز بتاعت ايه البلسيشنز اللي هنشوفها. هنشوف البلسيشنز بتاعت الابكس, نشوف بلسيشن ايه الرايت باراستيرنا الليفت باراستيرنال الرايت باراستيرنال. عشان نشوف البلسيشن والظهرت لازم نشوف ايه, لازم نشوف ايه لوك تانجنشال, لازم نبص ايه التانجنشال. يعني ايه نخلي الشعاع بتاع العين انت في لاين مع الايه التشست وول. لازم نشوف هل في اي بلسيشنز باينه في الابكس, في اي بلسيشن باينه في الرايت الايه باراستيرنال اريا, في اي بلسيشن باينه الليفت. لازم نشوف ايه والابيجاسي دول الارياز الابكس الليفت باراستيرنال الرايت باراستيرنال والابيجاس. هل في اي بلسيشنز باينه ولا لا؟ وعشان نشوف البلسيشنز لازم ايه لوك تانجنشال. نبص ايه نخلي الشعاع بتاع الايه مع الاسكلت تانجنشال تماس. يعني في تماس بين الشعاع العين وبين ايه التشست خلاص. ده بالانسبكشن. لما نيجي نعمل بالبالبيشن نعمل كونفيرم الحاجات دي بالبالبيشن. اهم حاجه بالبالبيشن نشوف ايه نمره واحد الابكس بيت, نشوف الابكس بيت ازاي بالبالب بتاعها خلاص. اللي هو الباد وذا فينجر والبالب بتاعها نحطها فين؟ نحطها على الاريا اوف الابكس خلاص. الاريا اوف الابكس مفترض تبقى فين؟ حوالي 9 سم من الميد لاين او 100 كلافيكولار لاين. فين ال 100 كلافيكولار لاين؟ دي الكلافيكولار من السيرنم لغايه الشوكه. ال 100 كلافيكولار لاين بيبقى تقريبا ايميديال شويه للايه للنيجاتيف. فاحنا بنحط الايد نبتدي من الميد اكزيلير لاين وايه اللي نحط الباد اوف ذا فينجر والباد اوف ذا هاند كلها على التشست خلاص. عشان ايه؟ نعمل بالبيشن للابكس اوف ذا هارت خلاص. اما بنلاقي الابكس اوف ذا هارت بالبالبيشن لازم ايه نعمل لها كونفرميشن بعد كده بالايه بالفينجرز خلاص بالتيبس اوف ذا فينجرز اللي هم ايه الثامب والاندكس فينجرز. احنا كده بنعمل لوكاليزيشن الابكس اكيوت. عرفنا مكان الابكس بنشوف هي فين في 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 التشست. بنعمل ايه نعد الايه اللي هم الريكس عندنا دي السيرنال ايه اسمها السيرنال ايه سيرنال بادي اسمها سترنال هي الجزء ده سترنال انجل. بنحط الفينجر اندكس فينجر على ستارتنج فروم سترنال نوتش فوق خالص وننزل لغايه ما تقابلنا الانجل دي اسمها سترنال انجل. دي بتبقى كلوز تو ايه سكند ايه سكند انتركوستال سبيس خلاص. يا شباب نعد ده الثاني الثالث الرابع. شوف الابكس بتاعتنا موجوده في انهي سبيس خلاص يا شباب اتفقنا. طب دكتور نورمال احس الابكس الابكس نورمال. انا لو حطيت الفينجرز كده جبتها وبعدين بعمل لها لوكاليزيشن يعني بالبادز اوف ذا فينجرز جبتها وبعدين بعمل لها لوكاليزيشن بالايه بالاندكس خلاص سهله. اللي عايز يحسها ممكن حتى في النورمال بيحسها خلاص. وبعدين بنحدد مكانها فين بالظبط عن طريق العده زي ما قلنا خلاص. بنشوفه في انهي انتركوستال سبيس وكم سنتي من ال 100 كلافيكولار لاين او هي بالنسبه ل 100 كلافيكولار لاين فين خلاص. يا شباب بعد ما حددت البوزيشن بتاع الابكس المفروض اعرف ايه الايه الكاركتر بتاعت الابكس. في كاركترز معينه للابكس, في نورمال ابكس, في حاجه اسمها هيفنج ابكس حته انها ايه يعني بتزق الايد جامد خلاص, وفي هايبر دايناميك اللي هي تحس انها ايه بتخبط بسرعه كده. ده الكاركتر اوف ذا ابكس. في حاجه ثانيه اسمها ثريل. الثريل هي عباره عن ايه؟ بالطبل ميرمر خلاص. دي بتحسها ايه الايه في الـ في الـ في الـ دي طبعا عشان تحسها محتاج يعني اكسبيرينس شويه. انما بتحسها زي حاجه ايه بت زي الكهرباء كده في الايد لو في ثريل. حد شاف قطط قبل كده؟ يحطوا ايديكم على ظهر القطه كده وبعد ساعات تحس بايه؟ ايوه كده زيها بس دي بتبقى ثريل. دي بتبقى ثريل. خلاص يا شباب يبقى ده ايه لقينا ايه الابكس. اذر بلسيشنز غير الابكس في عندنا البلسيشنز فين؟ عندنا الابيجاستيم وعندنا الليفت باراستيرنال وعندنا الرايت باراستيرنال ماشي. دي ايه بلسيشنز في اذر ارياز خلاص يا شباب. الابيجاستيك وفي الابيجاستريك ليفت باراستيرنال
رايت بارستينر وفي السوبر السنة نوتش. بتحس ايه التنسيشنز اللي بتبقى؟ سوبر السنة نوتش بعد؟ سوبر السنة نوتش معانا عارفين السوبر السنة نوتش اللي هي حتى فوق السنة. كيف بتحسسها نفس كيف بتحسسها بالإبيجاسيا مثلا؟ الإبيجاسيا بتحط ايدينا كده. تحت ده الايه دي هي الانجل بتاع المعموله بالريس خلاص كارينه كوستال تاتش حط ايه الايد كده تحس ايه اللي بيجسر البالسيشنز خلاص الرايت خلاص الليفت الليفت متاسف الرايت وبعدين السوبر سيتا ميتش بالبالم اوف ذا هاند طيب خلاص يا شباب دي كده ايه الايه انسبكشن والبارتيشن خلاص يا شباب ده اللي هو الاكزام نعم ده الاكزامينشن اوف ذا هارت ماشي ده رجعها تاني حد يجي يطبقها تاني قدامي تعالى تعالى اقف كده شوف الانسبكشن الاول لا قبل الانسبكشن الانسبكشن طبعا عارف انا المريض اول صفر شو هسوي لازم اسوي توتال اكسبوجر فروم ذا امبلايتس ان اوبورد فيرست ستارت وذ انسبكشن بيفور اسك ذا بيشنت فور اني تندرنس اور بين ذا تشست اريا ذا تشست اريا then I start the inspection to look for any pulsation or bulging of the chest due to the heart deformity. In a tangential position. Tube deformity? Tube is like a PA. Pulsation. Pulsation, yeah. Scar. Scar. Bulging. Deformity. If you scar, يعني جرح مثلا عامل الهارت قبل كده او مركب بيسك وبعدين بنشوف البارسيشنز بقى at the same level of the chest check for any pulsation either at the side of the apex left parasternum right parasternum and I think الحاجات اللي بنشوفها في البالبيشن هي اللي بنشوفها في الانسكشن اللي هي الابكس رايت ليفت باراستيرنال رايت باراستيرنال سوبر باراستيرنال ماشي كل دول لازم ابص ايه له ايه تانجنشن ازاي بقى تانجنشن ات ذا سيم ليفل اوف ذا تشيست تبقى اللي مش الري بتاع الاي ات ذا سيم ايه ليفل اوف ذا تشيست ذس از ريجارد فور ذا انسبكشن كم تو ذا بالبيشن starting with the apex of the heart, which is located at the fifth intercostal space, just at the level of the mid-clavicular line, mid-clavicular line out, or احنا بنبتدي احنا بنقول apex مكان كده احنا بنحط ايدينا في mid axillary line او ساعات كمان في posterior axillary line نبتدي من posterior axillary line مغمضة وريني كده هنعمل ايه يعني انا اقصد بقول لك ليه level of the apex الاول عشان ما تبتديش فوق كده نقول ده الليفل بتاع الابيكس وهنبتدي ايه وحدد ورينا هتعملها زي اللي هتشوفها بالشكل هذا كويس هتحس يعني لو تهدى كده هتحس بالابكس انت ممكن تحسها لو تهدى هتحسها دكتور دكتور يعني انا قدام مش لازم تحسس البالسيشن هتحس البالسيشن هتبتدي من البالسيشن الاكزيلر هتحاول تحط ايدك بدايه من البالسيشن الاكزيلر بالبالم اوف ذا هاند او بالباتش اوف فينجرز هتحس بالابكس يعني تحرك كده شويه انا على اساس حرك ايدك قدام لو ما حسيتهاش هنا تحركها قدام شويه روح سنترالي شويه ماشي لو مش حاسسها كده انقل ايدك كده ما في مشكله اهم حاجه انك ايه ما تنزلش تحت قوي ما تصنعش ما دكتور ما عنده قلب ما عنده قلب ويا ابو يا اخي خلاص نكشف نكشف على ماي نكشف المهم لو لقيت الايبكس حد سبيسيفيك مور سبيسيفيك لوكالايز هي هنا يا اخي لا هتشوف اما اشوفه لقيت الايبكس حددها ايه بالفينجر بالاندكس فينجر وريني هنعملها ازاي الاندكس فينجر كيف بالشكل هذا حط الاندكس فينجر كده في الانتركوستال سبيشال تقريبا هنا في الحته دي ما تضغطش قوي يعني هي بتسنتين تحت اللبن هي هي تقريبا ده حددت الاندكس بعد ما لقيت الاندكس عملت لوكاليزيشن الاندكس بتعمل ايه؟ بعد كده سوري شوف السايد بتاعها فين؟ اه
مشكلة فين السايد بتاعها بقى؟ طب ما بين هنا نفس ال تعمل تعدي تعرف ازاي طبعا العد اللي هو في الاي تبقى عارف مكانها وتبتدي تعد ورينا تعد ازاي طبعا هذا السوبر سيرنال نوتش انزل لحد ما القى السيرنال انجل اروح تو ذا ليفت ادخل على السكند انتركوستال سبيس انزل ثالث رابع تقريبا هنا الخامس ما يقارب الخامس او تحت الخامس شوي كم سنتي بقى المفروض بتقيس المسافه دي او شوف ايه بالنسبه للميكرو هنا الله هنا تقريبا طيب ده فين بقى كم سنتي تقريبا من ال من هنا يعني هو المفروض لو معاك مسطره هتقيس ما فيش اعرفها ايه تقريبا من الميكرو مكتوب لو مكتوب في الساعه نعم اقول مكتوب 9 9 سم خلاص ده نورمال ايبكس طيب ده ده ده, ده انت كده جبت ايه الايبكس ايه تاني غير الايبكس بعد ما كده في اللي هو البارس لا انت حددت بس السايت اوف ذا ايبكس مكانها في حاجات تانية بتاعتك كاركتر بتاعك حد طبعا اللي سواء كان طبعا الريجولاريتي هذه يعني بشكل كبير او يعني طبيعي كاركتر في حاجه اسمها هيفنج دي ايه؟ فايبريت زي لا هيفنج دي حاجه ايه؟ ايه يعني زي اللي بيرفع الحديد ده ايه هيفنج دي اللي هي ايه سترونج هيفنج وبتاخد وقت اكتر يعني تبقى لون بلاستيك على ايدك وتاخد مثلا دي احنا ما استوعبت ما خدتوش الكلام ده؟ لا ما ادري اخذينا ولا لا لكن ما استوعبت منك ده تشيست وول ده تشيست وول انا ايدي محطوطه كده الهارت بينبض كده مش كده؟ ايوه في بعض الاحيان تلاقي الهارت يعمل ايه؟ احسنت خلاص فدي ايه دي ايه يعني ايه زي ما تقول ايه لونج لاستنج تبقى تحس ان تاتشنج ايدك مده طويله وسترونجر ماشي خلاص ايوه دي اللي هي هيفنج طيب بعد ما شفنا الايبكس قلنا السايد بتاعها والكاركتر بتاعها شوف ايه تاني كده خلاص يبقى ده دول ثلاث حاجات قلنا الايبكس بتشوف السايد بتاعها بتشوف الكاركتر بتاعتها بتشوف ايه اذا كان فيها ايه تري ولا ما فيش خلاص ده اول بالسيشن ايه بالسيشن استخدم اللي هي الاذر سايد اللي هي ايه بقى؟ ايبك ياسري ليفت بارسترنا رايت بارسترنا وسوبر بارسترنا هتشوفهم ازاي بقى بالبارتيشن؟ ايبك ياسري ذيس فور هو ليه بتعمل كده احنا ما قلناش ليه بتعمل كده عارف ليه بنعمل كده ليه بنحط الثلاثة فينجرز هنا يا احس الهارت متاخر لو لقينا البلسيشنز جايه من هنا كان فوق يبقى ده منين ده من ايه اللي فوقنا هنا على طول الرايت رايت بنت خلاص لو لقيناها جايه من هنا ايه اللي هنا ليفر مظبوط ماشي لو لقيناها جايه من هنا يبقى اللي هنا ستومك ماشي طيب معلش طيب اذا كنت حاسس من الشمال طيب حاسس من اليمين بقى بتاعت الليفر حاسس بايه؟ بالسيشن كنت حد ثلاثة فينجرز يعني البارس جاي من هنا على الفينجر ده من فوق يبقى بالهارت كده يبقى تمام ده الايه اللي جسد طب وبعدين بعد كده ايه تاني؟ وريني ازاي بقى؟ لفت بارستيرنا بس بتحط البالم والبحر كامل تحط كامل والرايت بارستيرا رايت بارستيرا بايدين سوبر سيرا سوبر سيرا سوبر سيرا ما تحطش حتى ان السبيكر تشوف الايه اول ما دي تبين لك الاورطه بس لو هو الاورطه في حاجه اسمها هايبر دايناميكس او الاورطه دايناميكس بس هي ايه حاسس ان هو بس هنا السيكنال وده نورمال عادي خلاص ده الانسبكشن والكونفيشن خلاص هقول لكم بعد كده الاوسكالتيشن الكونفيشن الاوسكالتيشن ده كان دكتور احمد بس ايه الدكتور احمد كان محضر نفسه تحت تقدر تنزل تحت ما في مشكله بس مين شوف اتصل بيه كده وشوف فاضي ولا لا لو دكتور كان محضر بيجي الدكتور علاء 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 حق الكارديولوجيست هذا يعني؟ ها؟ لا يعني انا يعني بالعربي ابي واحد اللي بيختبرنا هو الدكتور علي يعني الدكتور علي اسال اسال ترى هو بيشرح لنا الاي سي جي الاغلب صح؟ مو الدكتور علي اسال 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 اسال
نفسه بيكون موجود يعني ذاك اليوم شرحنا ولا نتوش الزبده دكتور ليش نفسه استشعر ولا نشكو نفسه بروسيجر الفيميل الفيميل والفيميل سكرت ريان ريان نفسه ايه سكرت اوكي دكتور الفيميل دكتور عشان تصور انت وينك ليس يعني عادي عادي زين مين بالزبط لو البريست كبير ساعات الفيلو البريست كبير لا 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 انتوا دكاتره احنا دلوقتي مش بنتكلم جاست بتبعدوا من 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 الفيو من لا يا شباب انتوا دكاتره دكاتره هتعملوا تكنيك ما حدش يعني يعني الانسان العادي ما يشغلش الدكتور ده يعني فاحنا الحاجات دي ما ناخدهاش فهو اللي في الفيميل زي الميل بالظبط ولو البريست مضايق الفيو جاست ايه بتعملوا كوشي او اذا كان في ممرضه هي اللي ايه بتعمل ماشي ده مش هيجي في الايه مين والمين طب بالنسبه للليفر اكثر الحساسيه شيء نورمال ما فيش لا نورمال بيبقى طب الدكتور حاجه تاني الليفر يعني الليفر حاجات كتير الليفر لو تخيل ان الليفر ده تحته تيومر في حاجه في الاورطه دايليتد او في الهيباتيك في الفيرو في الكيبه او في حاجات دايليتد من البلد الليفر بس اللي هيلهاب في بعض الاحيان الليفر نفسه بيبقى فيه تيومر بيعمل كده زي الليفر بالظبط الاسبوع الجاي لا الله يلعن فيك لا لا اخر على اكزامينشن يا شيخ يا ابن حلال وش ابن حلال تشتهى الحين مو بس يا اخي غير الشعور اللي من تحت الملابس تحس انه في شيء بنورمال يا ماشي يعني كنت ابصخ يعني عادي تخلع يعني عادي اخلع بس عاد مو كذا اصلا شو المرياتون انت تعمل اكزامينشن ثاني اخلع اخلع يا ابني شوف بس داخلين يتكلم أبا ما ودي أحلم شو اسم الولد أبو محمد لا ناظر إزامنا أي خطأ لا طبعا بعد ما أعرف نفسي روح واحد ده كده مش 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 يتجهوا انت خايف عشان زمايلك بابا خايف لا لا النظاره دي والمايك هذا مش كده ابا جيز انا بروح للفيفكس هذا السكه لا ما تعدش بعد ما تلاقي الايفكس عد دور الايفكس دور على الايفكس الايفكس لا الايفكس ليها تكنيك معين لا تكنيك معين بس انا قاعد امشي الحين عشان اوصل لمه لو شيء لازم تحط الفينجر هذه اول حاجه جيب الايبكس الاول بعدين عدلها اتحسس امشي شوي شوي كده لا مش تمشي ولا بالراحه بس كده بالراحه كده حط ايدك بس بالراحه خالص اوكي لغايه ما تمس بس ما لقيتش كده ممكن تحرك ايدك ايه ميديا شويه انت بادي من البوستيريور الاكزيلا اللايف طب دكتور هذا ممكن يوصل حد فين طيب؟ ساعات بيبقى دايليتد نازل بقى حسيته بيبقى رايح للميد حسيته برضه دايليتد ده ممكن ينزل حسيته هنا دكتور عند اصابعي بطل عملها لوكاليزيشن بالاندكس بالاندكس فين الاندكس؟ هذا حط ايوه اعملها لوكال لحظة ها هنا والله لين تحس رعشة يدك مو بقلبك لا 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 والله العظيم يا رعشة ترى أحيانا تحس البلس اللي بيدك
تستحون شو شو ما شبه بالراحة بس عشان ما هذا هو يا ابن حلال قال يبيله اكسبيرينس يا حبيبي يبيله بس على الأقل حطيته صح ولا لا هذا هو ما حطيته ولا شيء تعال هي أنا دقيقة بس عشان أقول يا عيال اللي يبيه تعال تعادي شوية محمد تكلم ترى بني طب محروم شكلك حاجة خلاص حاجة امشي بالاستلام خلص بس انا ودي اسوي اكزامينيشن من فوق يا سليمك هو ترى توقع بعدين الحين ادور صح ارجع زيتها غيرت حالتك مش زي انت تعد الرب انت لا ما عد الرب الرب سوى الحين انا وش الرب سوى الحين الحين ما قضيت الرب اول شيء اتحدث هذا زين الرب سوى الحين شلون انت وقت تطلع شوف السر الان هنا خلاص تحت انا لا تحت الكلافكن خلاص هي الثانيه تجيني الثانيه يعني الكلافكن هذا الفيرست انتركستل سبيس اصير انا بعد هذا السكند من هذا السكند انتركستل سبيس من هذا الثيرد اسم هذا الثيرد ومن هذا الثيرد انتركستل سبيس من هذا الفورث الا طيب شيء شوي عليه يرجعك شوف شوف صرت حمراء انت تقدم بسبيس من هذا سبيس لان الاول متخطي طيب طيب هذا تحته طيب شو هذا الفورث فوت انت خصص من هذا يدخل على المعده من هذا الفيفث هذا الفيفث الان على اساس انا كذا لا تقول هذا فور لا اللي فوق هذا فور هذا الفيفث طيب 9 سنتي طيب هنا تقريبا هذا 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 الفيفث هذا الفيفث هذا الخامس هذا الفيفث حاول معك خلاص ننزل ننزل 5 سنتي تقريبا تقريبا حلو 9 سنتي حمرت ام جلد يا حول 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 مع جلد ثاني كنت القى تعال اول احط ياك تكفى احط ياك ابو عامر احط ياك ابو علي حطه بدا هذا هذا صح كنا اساس علينا ندل اول شيء بعد الكلافيكين السبيس الفيرست انتركوستال سبيس هذا كويس اما بعده خلاص ابدا عد اذا جتك عظمه هو السكن اللي بعده الان هذا